التحضيرات بلشت قبل 3 سنين لانه هي رحله تاهيل، هي محطات، انا لازم شارك ب6 محطات لحتى اتاهل لاولمبياد طوكيو. سجلت العلامه الكامله ب6 محطات وكانت اخرهم هي بطوله اسيا قبل 3 شهور كانت بتركمانستان اوزبكستان. وبعد اسيا حضرنا بشكل منيح، تعاملنا مع الاصابه بشكل منيح، قدرنا انه نتلافاها لو كان 70% فينا نقول. خبرت قبل انه انا راح امثل السوريين افضل تمثيل، راح ورجي كل الناس مين هو المواطن السوري. وكان عندي الامل بالله، طبعا كان عندي امل كبير وكنت عم اتحمس يعني. كل طبعا رفقاتي الشباب الرياضيين ما قصروا اكيد، يعني كل حدا طموحه انه يتوج بهيك محفل دولي، فانا كنت عم اتحمس وعم اتشجع طبعا بمساندة الناس بمساندة شعبنا الغالي. لا وصلت للمنافسة صح، كنت كتير يعني انا بيجي للواحد نوع من الضغط شوي، طبعا ضغط ايجابي، بس تفجر بالبطولة. قبل الامور اللازم تتوفر للرياضة لازم يكون من جوا كرياضي، لازم يكون عنده التزام وعنده أصرار وعنده تصميم لحتى يوصل لهدفه. لازم يأمن بحاله أول شغلة يأمن بحاله بقدراته مشان يقدر يوصل لهيك إنجاز عالي. بيجي بعد هذا الشيء المفروض يتوفر له يلي هو حسب الرياضة، حسب كل الرياضة. أنا الرياضة بتختلف مثلا عن لاعب البيمو، بتختلف عن لاعب الفروسية، بتختلف عن لاعب القفز، حسب كل رياضة شو لازم يتوفر له لازم يكون موجود. طبعا وقفة السيد الرئيس بشار الأسد مع الشعب السوري هالوقفة العظيمة مدة 10-11 سنة، فالسيد الرئيس كان قدوتنا وبدنا نكون بجانبه كتف إلى كتف ونرفع العلم السوري. هي كان تصميم ورفعنا العلم السوري بقلب طوكيو والحمد لله قلبا وقالبا معه. كنا يعني كثير متوترين، يعني نحن كان عم يعاني قبل 3 أسابيع من اصابه، الكل متوتر. هلا قبل الاصابه كنا متوقعين انه نجيب فيه ميداليه ان شاء الله، بوين بروز وفضه، بس لما صارت الاصابه يعني كان كثير كل العالم متوتره انه بس ها يلا الرفعه الاولى رفعه معا، ايه يلا ان شاء الله الثاني، هيك انه يعني عم نراقبه وعم نشجعه ونتمنى له النصر الحمد لله.